أني وهاسيو. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. من مدة طويلة لم أتصفح ترند العربي على اليوتيوب، وبالفعل ضغطت على المحتوى الرائج وبدأت أقرأ بالعناوين هناك. لا أجد في المحتوى الرائج مقطع مكتوب باللغة الكورية. احتلنا الكوريين. المهم طلع المقطع لفرقة كورية موسيقية. قلت لا، الأمر يحتاج جلسة. الثقافة الكورية ترند في وطننا العربي، هذا أمر يستحق نظرة من زاوية مختلفة. لو سألنا الفتيات خصوصا لماذا كل هذا الحب للكوريين؟ يعني مثلا ما بها الملامح العربية هنا كمثال. ملامح حادة، إذا غضب أخاف، وإذا ضحك آمن. يعني لماذا لم نحب هذه الملامح العربية؟ في استطلاع رأي نشرته على الإنستغرام صوت به أكثر من 30,000 شخص، هل تحب الكوريين؟ جاءت النسبة 34 نعم و 66 لا أحبهم ولا أكرههم، وهذا يبرر وجودهم في الترند العربي. فما سبب كل هذا الهوس بهم؟ ربما بسبب أن ملامحهم بريئة، أو ربما بسبب رومانسية الرجل الكوري، أو رقة المرأة الكورية. صعب أمثل لك يا رأي. أو بسبب ثقافة العمل الجماعي، أو الطعام الكوري، أو المكياج والملابس الكورية. ممكن. يعني جميل أن يكون لديك ثقافة تنقلها للعالم تحسن من نظرة الناس إليك. والأجمل عندما تحقق هذه الثقافة الربح الاقتصادي لبلدك. وهذا ما يحدث بالفعل في كوريا الجنوبية. مثلا فرقة BTS لوحدها توفر أكثر من 4 مليار دولار لكوريا واقتصادها. أو ما يمثل 3% من اقتصاد كوريا الجنوبية. تخيل فرقة تؤثر في اقتصاد دولة. طبعا نحن لا نروج لهذه الفرقة ولا نحض أحد على مشاهدتها، ولكن تفكر معي. في دراسة جاء فيها أن 1 من كل 13 أجنبي تأثر بالثقافة الكورية بسبب هذه الفرقة، وأقبل الآلاف على تعلم اللغة الكورية بسببها. وبسببها أصبحت المنتجات التجميلية الكورية تحتل المراكز الأولى مبيعا في العالم. فهنا لو تفكرت أنت كشخص تجلس الآن لوحدك وتشاهدني ربما من هاتفك المحمول أو من حاسوبك، وأن أكبر طموحاتك الآن أن تنهي اختبار ما، أنت بإمكانك أن تحقق النجاح لنفسك أولا ولمحيطك من خلال نقل سمعة جيدة عنك وعن بلدك، فلا تستهين بهذا الأمر إطلاقا. نعود لموضوعنا، الهوس بالثقافة الكورية. أخبرني يا أحمد، هل تحب مقابلة مشهور والهوس به؟ كيف؟ بعرف سؤال غريب. هناك يا أبو حميد حوالي 60 مليون شخص في العالم يعانون من متلازمة هوس المشاهير، وهي متلازمة خطيرة قد تؤدي بصاحبها إلى الانتحار. بالمناسبة اسمها في الإنجليزية متلازمة عبادة المشاهير. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي اضطراب نفسي يتمثل في التقليد الحاد للشخص المشهور، وهذا ما يحدث بالفعل مع البعض فيما يتعلق بالفرق الكورية، لدرجة أنك في بعض جروبات الآرمي يسألونك أسئلة دقيقة جدا قبل دخولك إليها. عن لون قميصه مثلا؟ بل أمور أدق. البروفيسور جيمس شابمان يقول أن سبب هذا المرض النفسي هو وجود نقص في شخصية المريض، وأن الفتيات الصغار في عمر 14 إلى 16 سنة يتعلقن بمظهر المشهور الجسدي، ثم عندما يكبرن قليلا من عمر 17 إلى 20 يصبح التعلق مرتبط بعادات غير صحية مثل الشراء القهري وتضييع الوقت. لذلك لا داعي لأن تهوس بأحد، لأنه ببساطة ليس كل ما يلمع ذهبا وليس كل ما تراه خلف الشاشة هو نفسه. يعني مثلا المغني الكوري كيم جون هيون أعتقد الجمهور يعرفه بمراحله وطاقته، انتحر مكتئبا عن عمر 27 سنة. تخيل، أرسل رسالة لأخته وانتحر عن طريق تسمم بأحادي أكسيد الكربون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وحالات كثيرة أخرى، مثلا نجمة كورية مشهورة انتحرت شنقا وقالت في رسالة نصية بالضبط قبل أن تنتحر: حياتي في الحقيقة فارغة، أشعر كأنني أكذب على الجميع بتظاهري بالسعادة. تشعر بالفراغ، ألا يذكرك هذا بشيء؟ مثل أن الفراغ بداية كل شيء سلبي في حياتك كشاب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أساسا كوريا تحتل المركز الأول في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الانتحار، والمرتبة الثالثة عالميا في مستوى الانتحار بمعدل انتحار 42 شخص يوميا. متخيل 42 شخص ينتحرون يوميا؟ حتى رئيس كوريا الجنوبية السابق انتحر. حتى أحمد هنا يريد أن ينتحر من الحلقة. فلا داعي يا عزيزتي للهوس الزائد، لأنني كما قلت لك والله أعلم هم ليسوا بحجم هوسك بهم. خلال تمعني في الثقافة الكورية الأسبوع الماضي وقراءتي عنهم لاحظت أمور غريبة. مثلا أصحاب البشرة الداكنة ينظر لهم بنظرة أدنى، لأنهم يعتقدون أن هذا الشخص والديه فعلوا شيء سيء لذلك أصبحت بشرته داكنة. يعني الأمر به نوع من العنصرية. وكلما ازداد بياض البشرة هذا يعني لديهم أن الشخص أكثر نقاء وجيد. لنتكلم قليلا عن جمالهم، ما رأيك؟
الجمال لديهم من الأولويات مثل الطعام والشراب. لا بد أن تكون جميلا حتى تجد عمل أفضل وتسير أمور حياتك بشكل أسهل. اشتغلنا هيك. حسب أكبر موقع للجراحة التجميلية في كوريا الجنوبية، ينفق الكوريين الجنوبيين حوالي 11.8 مليار دولار على الجراحات التجميلية. في كوريا الجنوبية كل فتاة من أصل 5 فتيات أجرت جراحة تجميلية على الأقل، وحتى الرجال يجرون عمليات كذلك. املاح. أما المكياج وأدوات التجميل فحدث ولا حرج. الرجل الكوري يحتل المرتبة الأولى في العالم في استهلاك المكياج، أكثر من 900 مليون دولار سنويا ينفقون على ذلك الرجال. املاح. فلأن 30% من الرجال في كوريا الجنوبية يستخدمون المكياج بشكل يومي وأساسي. ولا نتحدث عن النساء، سأترك الأمر لمخيلتك. املاح. كوريا الجنوبية يا أبو حميد تحتل المركز الأول في العالم في استهلاك الكحول، وهذا يبرر أن أشهر الأمراض لديهم هو سرطان المعدة بسبب اكثارهم للسمك المملح والمعلبات والمواد الحافظة. لنتكلم عن إيجابياتهم. كوريا الجنوبية من الدول الرائدة في مجال صناعة الصناعات الثقيلة والسيارات والهواتف والحواسيب، ولكن برأيي أن أجمل ما في مميزاتها هو اعتزاز شعبهم بثقافتهم واعتزازهم بلغتهم، بدلا من محاولة تقليد الآخرين. تركوا لأنفسهم بصمة واضحة جعلت أنظار العالم كله تتجه نحوهم. نهاية، إن إعجابك بأي أمر ما أو تعلقك به نابع من عاطفة، ولكن لو فكرت بأي إعجاب من حولك لعقلك ستلاحظ أنه أصبح ببهجة أقل. فكر دائما بعقلك عندما يتعلق الأمر بحب شخص أو شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، واجعل قلبك يتعلق فقط بالأشخاص الحقيقيين من حولك، لأنهم فقط هم من يستحقون أن تهوس بهم. ودمتم في أمان الله. كيف يمكنك أن تغير رأي شخص آخر؟ ولكن هناك بعض العقول المتحرجرة لن تقتنع، ولا يهمك أمرها إلا إذا كان معك مطرقة. لا أمزح.